وإذا أما رجل صبيين فأكثر فهل يجعلهما خلفه أو عن يمينه؟ وهل البلوغ شرط لمصافة صبي؟ قال العلماء: في ترتيب صفوف الجماعة يقف الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء، وإذا لم يوجد من المأمومين إلا صبي أو صبيان أو أكثر فالحكم كالحكم مع الرجال البالغين تماما، يقف الصبي الواحد عن يمين الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس.